عمار تمكن في اليوم الثالث من منافسات ألعاب القوى ضمن الألعاب الإفريقية التي تحتضنها أكرا عاصمة غانا من التتويج بالميدالية الذهبية في القفز بالزانة، حيث سجل قفزة قدرت بخمس أمتار وثلاثين سنتيمتر، وحاول بعد ذلك تحطيم رقم الألعاب والقفز 5 أمتار و41 سنتيمتر، لكنه لم يفلح في ذلك مكتفيا بالنتيجة الأولى. وتبقى أحسن نتيجة شخصية لمدحي عمار هي 5 أمتار و50. السلام عليكم الجزائر. الحرارة كانت عالية والرطوبة كذلك، وحتى أجواء الحماس في المدرجات كانت رائعة. تأسفت لعدم قدرتي على القفز أعلى من أجل تحطيم رقم البطولة، لكن كان لدي شعور رائع لمواصلة المنافسة بأفضل طريقة. وفي آخر يوم من منافسات ألعاب القوى، كل الآمال معلقة على تريكي محمد ياسر لإضافة ميدالية ذهبية أخرى للجزائر في القفز الطويل.